النهاردة ميعادنا مع أهم مخرج موجود في الوحدة 13، هو المخرج الرابع بعنوان إصلاح مبردات المياه العادية. مخرج مهم جدا، بيحتوي على مجموعة من العناصر اللي هي تعتبر قلب وصميم الموضوع نفسه. زي ما احنا شايفين كده، بيتكلم على الدائرة الميكانيكية لمبرد المياه العادية، بيتكلم على تركيب ونظرية عمل الايه الدائرة. بعد كده ندخل على أنواع المبخرات، ودي مهمة جدا، أنواع المبخرات الموجودة في مبردات المية. بعد كده نخش على الدائرة الكهربية بقى، مكونات الدائرة الكهربية ونظرية عمل الدائرة الكهربية. بعد كده أنا عندي دائرة كمان موجودة، اللي هي دائرة المية، وهنتكلم على مكونات دائرة المية الموجودة في مبردات المياه العادية. 5 عناصر مهمين جدا، يعتبروا أهم عناصر موجودة في الوحدة 13. يلا بينا بقى نخش على أول نقطة موجودة معايا النهاردة، وهي الدائرة الميكانيكية لمبرد المياه العادية. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رب الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أصدقاء الطلبة، موضوع مهم جدا، أو الحلقة مهمة جدا موجودة في المخرج الرابع. المخرج الرابع زي ما انا اتكلمت في الانترو، في اهم عناصر موجودة في الوحدة. لو من الاخر بيتكلم على صلب الموضوع، الدائرة الميكانيكية والدائرة الكهربية ونظرية العمل اللي بيجي كلها فيها اسئلة. تمام، مجموعة الاسئلة بتيجي في المخرج ده كتير جدا، فلازم نركز كويس اوي. نخش على اول نقطة اللي هي الدائرة الميكانيكية. دائرة بسيطة جدا، وهي زي الدائرة العادية بتاعت أي دائرة تبريد، اللي هي بتحتوي على ضغط من نوع محكم الغلق. تمام، طبعا وظيفة الضغط زي ما انت عارف بيعمل على سحب وطرد مركب التبريد، لو انت عايز تكتب وظيفته. تمام، بعد كده تدخل على مكثف تبريد هواء جبري، يعني مكثف مزعنف وعليه مروحة. لما بنقول مكثف تبريد هواء جبري، يبقى انا عارف ان فيه فانة موجودة على المكثف. بعد كده بكل بساطة بيدخل على الفلتر، كلنا عارفين الفلتر بيعمل على تنقية الشوائب وامتصاص الرطوبة اللي ممكن تكون موجودة مع مركب التبريد. بعد كده يدخل على أنبوبة شعرية. تمام، ودي اسمها منطقة المبادل الحراري. طب الأول الأنبوبة الشعرية بتعمل ايه؟ بتعمل على تنظيم سريان مركب التبريد أو خفض ضغط مركب التبريد. تمام، اما المنطقة اللي هي موجودة فيها الانبوبة الشعرية ديت، بص كده، ده انبوبة شعرية ومنطقة وعامل لك عليها ايه، مستطيل اهو. ده ايه؟ دي منطقة التبادل الحراري، بتقوله اللي بيقول عليها مبادل حراري. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماسورتين، ماسورة اللي هي خاصة بالانبوبة الشعرية اللي هي الحمرة دي، ماشي، مع الماسورة اللي جاية من المبخر راح على الضغط اللي هي ماسورة خط السحب، عشان يحصل تبادل حراري. واتكلمنا في الوحدات اللي قبل كده أهمية المبادل الحراري. المبادل الحراري بيعمل إيه؟ بيزود من كفاءة الدائرة. تمام، بعد كده من الأنبوبة الشعرية يدخل على المبخر. المبخر بقى هو بقى موضوعنا، وهو صلب الموضوع في موضوع الدائرة الميكانيكية اللي هو بيتم فيه عملية التبريد. بيتم فيه عملية التبريد إزاي؟ المبخر هنا عشان مركب التبريد يتحول من سائل لغاز لازم يتبخر، وعشان يتبخر لازم يغلي، وعشان يغلي لازم يمتص حرارة. هيمتص حرارة منين؟ هيمتص حرارة من المية. تمام، فلما يمتص حرارة من المية وبالتالي هيبرد المية، فامتصاص الحرارة يخلي مركب التبريد يغلي فيتبخر، فيتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. تمام، ده المبخر، هو من نوع خزان وملف. تمام، وهنقول الكلام ده طبعا في نظرية العمل لما ايه نيجي نتكلم. يعني انت لو عايز تقول وظيفة المبخر يعني تحويل مركب التبريد من الحالة السائلة للحالة الغازية مثلا، في نظرية العمل بقى نشرح الكلام ده كله. تمام، يبقى مكثف، فلتر، انبوبة شعرية، مبخر، وبعد كده يرجع على الضغط. ادي شكل بقى الدائرة، ادي الدائرة الميكانيكية، ضغط، مكثف، فلتر، كابيلاري. بعد كده يدخل منطقة المبادل الحراري، مبخر من نوع خزان وملف، ادي الخزان اهو وادي الملف اهو، بيبقى عبارة عن خزان وملفوف عليه مواسير المبخر. تمام، وبالتالي بيتم انتقال حرارة من المواسير الى
الميه، لان ببقى عازل السطح الخارجي ده، ده بعزله عشان اخلي انتقال الحراره كله للداخل بين المواسير البارده ومركب التبريد. طيب شفت كده كانت الدائره الميكانيكيه. بعد كده حطيت الغلاف الخارجي الخاص بمبرد الميه، تمام، وادي الحوض اهو. طيب شكل بقى دايره الميه بيبقى عامل ازاي؟ بص كده، ادي شكل دايره الميه لوحدها، ادي الخزان ماشي، وادي مصدر الميه اللي بتخش له، واسحب الميه البارده من تحت، وده حوض الصرف، واخد منه خرطوم اودي على الايه ماء الايه الصرف او المكان اللي انا هعمل فيه صرف للميه الايه اللي هي تبقى متبقيه هنا او لا تترمي هنا، تمام. طب ركب الدائرتين كده مع بعض بقى، الدائره الميكانيكيه ودائره الميه، بقت بالشكل ده. طبعا هنا دي بقى صوره عبقريه فيها كل حاجه، فيها الدائرتين، دائره الميه ودائره الفريون ديت، اهو الصوره دي توضح لك مبرد الميه بصوره كامله، دائره الفريون، دائرة المية، هو ده مبرد المية بالشكل ده. ده بقى اللي موجود في ايه في الوحدة بتاعتنا. طبعا زي ما انت شايف، هو ده الصرف، ادي الحنفية، وادي مصدر المية، ودي بتاعت الحاجات الخاصة بالمية، اما هنا بعد دوت مكثف مبخر، ويرجع تاني خط الايه الصح. طبعا الرسمة ديت لا تقارن بدي، دي موضحة كل حاجة، واقدر ارسمها كمان، تمام، عكس دي بتبقى صعبة شوية في الرسم. طب تعالى كده ندرس مع بعض نظرية العمل للدائرة الميكانيكية، يعني نيجي نتكلم عليها ازاي. في البداية خالص لما اجي ابتدي، طبعا لما باجي بدخل المية، المية دي بتبقى درجة حرارتها ايه مرتفعة، انا حاطط بلب، البلب دوت بيحس بدرجة الحرارة، فيلاقي ان درجة الحرارة مرتفعة، فيخلي السموسات في حالة توصيل، فبالتالي يوصل التيار الكهربي للايه للضغط، يشتغل الضغط. الضغط بقى يعمل ايه؟ الضغط هنا بيعمل على سحب وطرد مركب التبريد، يسحب مركب التبريد بضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة ماشي من خط السحب، ويقوم برفع ضغطه ودرجة حرارته ويضغطه إلى المكثف. المكثف بيقوم بدوره بطرد الحرارة، وبالتالي يعمل على تكثيف مركب التبريد وتحويل مركب التبريد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. بعد كده يدخل السائل دوت إلى الفلتر. طب السائل دوت لو فيه أي شوائب أو فيه أي رطوبة، هنا بيتم حجزها عن طريق المصفى الموجودة، ولو في اي رطوبه موجوده فيه يبتدي يمتصها. ايه اللي يمتصها؟ عندي هنا وفي حبيبات السكه جيل اللي موجوده فين في الفلتر، وبالتالي اقدر اقول الفلتر بيعمل على امتصاص الرطوبه وتنقيه مركب التبريد من الشوائب اللي ممكن تكون موجوده فيه. بعد كده يدخل على الانبوبه الشعريه، تعمل على خفض ضغط مركب التبريد من منطقه الضغط العالي لمنطقه ضغط منخفض، خفض الضغط من هنا لهنا، دخل المركب التبريد بضغط منخفض الى ايه الى ملفات المبخر، تمام، بضغط منخفض ماشي داخل ايه في صورة سائل مشبع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا بدأ يمتص الحرارة من المية، ما ده بيبقى في انتقال حرارة بينه وبين المية، امتص الحرارة من المية، وبالتالي ايه اللي حصل لما امتص الحرارة؟ بيحصل غليان لمركب التبريد، وبالتالي يؤدي الى تبخير مركب التبريد، ويتحول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. ونتيجه امتصاصه لدرجه نتيجه امتصاصه لدرجه حراره من الميه، اللي بيحصل بيحصل تبريد للميه، تمام. طيب دي بقى حلوه بقى، بتستمر هذه العمليه في العمل اللي هي موضوع الضغط والدائره الميكانيكيه لحد ما اوصل درجه الحراره لكام، لحد ما اوصلها من 5 ل 15. لو انا عايز درجه الحراره منخفضه، انا عايز ميه بارده شويه، انزلها ل 5، اعلى حاجه بتبقى 15. لان ممكن يجي لك سؤال يقول لك مثلا درجه حراره اللي فيها السموسات بيفصل، تمام، عند كام؟ ممكن يجي يقول لك مثلا -2، -3 ماشي، يجي يقول لك مثلا 10، يجي يقول لك 30. طبعا الاجابه الطبيعيه تبقى 10، اللي هي درجه الحراره اللي هي في حدود السرموستات بيوصل بيوصل وبيفصل فيها، تمام. طيب الموضوع المختلف هنا في الدائره الميكانيكيه هو المبخر. ايه انواع المبخرات المستخدمه في مبردات المياه؟ دي بقى النقطه الايه اللي جايه، انواع المبخرات اللي موجوده في مبردات المياه العاديه. طب قبل ما اخش على انواع المبخرات، تعالى نتعرف كده ايه هي العوامل اللي على اساسها
بيتم اختيار معدن البخر. لازم يكون معدن جيد التوصيل عشان يحصل انتقال الحرارة، تمام؟ لا يتفاعل مع مركب التبريد، لا يتآكل من المياه. النقطتين دول بالذات لو عندي نوع المبخر بتاعي اللي انا هستخدمه من النوع غلاف وملف، يعني عبارة عن غلاف وبداخله ملف، تمام؟ وبالتالي بيبقى المية ملامسة للايه؟ لمواسير المبخر، فبالتالي لازم تكون المواسير ديت مش بتتفاعل مع المية، وكمان ما بيحصلهاش تآكل من المية. هنتعرف عليه لما نيجي في انواع المبخرات. طب تعال نخش كده على انواع المبخرات. النوع الاولاني شيل اند كويل هيت اكسشنجر، اللي هو عبارة عن غلاف وملف. شيل اللي هو غلاف، كويل اللي هو ملف، تمام؟ زي ما انت شايف كده ملف اهو، بيخش هنا سائل مركب التبريد، في حالة سائلة اللي يتحول الى غاز، باخده من هنا غاز من هنا، تمام؟ بعد كده بدخل مية عشان ابردها، وبعد كده ببدأ اسحبها. بص، بسحبها من تحت، تمام؟ ودوت اللي الغلاف، هو عبارة عن غلاف وملف زي ما احنا شرحنا كده واتكلمنا. طبعا بيحصل التبادل الحراري بين المية ومواسير المبخر، فبيحصل هنا هو المية الملفات المبخر بتمتص الحرارة من المية، وبالتالي ببرد المية، بمتص الحرارة، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل غليان لمركب التبريد، فبيحصل تبخر لمركب التبريد، فيتحول من سائل الى بخار. طبعا دي نظرية العمل، لو انت عايز تكتب نظرية العمل. خلي بالك في انواع تانية من برضو غلاف او خزان وملف، او غلاف وملف، بيبقى عبارة عن خزان اهو، بعبارة عن خزان وعليه او متركب عليه مواسير المبخر، وبالتالي مفيش تبادل حراري مباشر دايركت بين المواسير والمية، يعني المية هنا مش بتلامس الايه المواسير، وده يعتبر هو الافضل، لان النوع اللي احنا خدناه هو نفس النوع، ولف وملف برضه، تمام؟ النوع ده فيه هنا تلامس بين المية والمواسير، يعني لو حصل هنا في المواسير ديت حصل مثلا فيها ثقب ولا حاجة، المية دخلت المواسير والفريون دخل على المية، تمام؟ طبعا دي مشكلة كبيرة جدا لو المية دخلت في المواسير ديت، هنتكلم في النقطة دي كمان شوية، ايه المشاكل اللي ممكن تعملها. فبقولك ده من نوع خطر شوية. برضه هو خزان وملف او شيل اند كويل نفس الكلام، بس ده المواسير بتاعته من بره، يعني الخزان اهو والمواسير ملفوفة حواليه، طبعا دوت ايه افضل، تمام؟ ونخلي بالنا نفس نظرية العمل، اللي هو ان نظرية العمل بتعتمد على ايه؟ بتاعت المبخر، على امتصاص الحرارة من الحيز. فهو بيمتص الحرارة منين؟ طبعا بيمتص الحرارة من الخزان، والخزان ملامس المية. خلي بالك هنا بيبقى في عزل عشان يبقى انتقال الحرارة من هنا لجوه، يعني من المية للمواسير، وبالتالي ان هو امتصاصه للحرارة ايه اللي بيحصل؟ بيحصل غليان لمركب التبريد، فبيتبخر، فيتحول من سائل لغاز، ونتيجة امتصاصه للحرارة بتبرد الايه؟ المية، تمام؟ طبعا هنا بدخل المية من فوق، وباخد ان هو المية الباردة بسحبها من تحت زي ما احنا خدناها في الرسم كده. طب دوت النوع الاولاني اللي هو مبخر شيل اند كويل، او خزان وملف، او غلاف وملف، تمام؟ تعال بقى ناخد النوع التاني اللي هو مزدوج المواسير. يعني ايه مزدوج المواسير؟ ماسورة داخل ماسورة، اللي بتركب هذا المبخر من أنبوبة داخل أنبوبة، تمام؟ أنبوبتين داخل بعض، تمام؟ طيب ايه اللي بيمشي بقى في الماسورة اللي جوه؟ حيث يمر السائل المرتب تبريده اللي هو المية في الأنبوبة الداخلية. أنا أهو بدخل المية في الماسورة الداخلية، أما مركب التبريد بيمشي في الماسورة الخارجية، تمام؟ فبيحصل التبادل الحراري وامتصاص الحرارة، وبيحصل تبخير لمركب التبريد، ويتحول من صورة لصورة، والمية هنا نتيجة امتصاص الحرارة بتحصل لها ايه؟ بتبرد. ادي الملف، او ده شكل المبخر نفسه. هنا بدخل سائل مركب التبريد، وهنا بيطلع بخار مركب التبريد، وهنا بدخل المية في المواسير دي اهي، اهي المواسير دي بدخل المية، وبخرج هنا مية ايه؟ بارده، تمام؟ وبيحصل انتقال الحراره بين الاثنين. بس نخلي بالنا في نقطه مهمه جدا، ان الاتجاه ده غير الاتجاه ده، ده بيخش كده، ده بيخش عكسه،
ليه؟ ان الانتقال الحرارة في السريان المتعاكس ده يقوم عكس ده بيكون اكبر، يعني انتقال الحرارة بيكون اكبر. اتعملت هنا هو تجارب على ده، واتعملت تجارب على الاتنين بيمشوا في اتجاه واحد، طلع ان السريان المتعاكس ان الاتنين دول بيمشوا عكس بعض بيديني انتقال حرارة ايه اكبر بكتير. طيب نخش بقى على تالت نقطة موجودة معايا، وهي مكونات الدائرة الكهربية. سهلة جدا ولذيذة خالص، ما فيهاش اي حاجة، خدناها قبل كده. ادي محرك الضغط واطراف محرك الضغط، اللي هو محرك الضغط بيعمل تحويل الطاقة الكهربية لطاقة حركية، تمام. بعد كده عندي ريلي تيار، عندي اوفرلود اللي هو قطع وقاية من زيادة الحمل، عندي هنا ثرموستات تبريد اللي هو بيتم فصل وتوصيل الضغط على اساس درجة الحرارة، عندي هنا محرك مروحة المكثف، عندي لمبات بيان، واحدة لمبة بيان تيار، يعني مجرد ان انا احط الفيشة اللمبة دي تنور، شلت الفيشة اللمبة دي تطفي بس كده. لمبة بيان تبريد اللي هي اللمبة الحمراء دي معناها ان الثرموستات في حالة توصيل، يعني هو موصل التيار الكهربي لمين؟ للضغط، يعني اللمبة دي لما بتنور معناها ان الضغط شغال، تمام. عندي نواة ممكن يكون هنا متوصل مكثف تقويم، تمام، عشان يدي عزم بدء دورة. ادي مكونات الدائرة الكهربية بالشكل ده. طب لو عايز تحط مكثف تقويم تحطه فين؟ احطه هنا، او اعمل خط من هنا لهنا واحط المكثف هنا واشيل الخط اللي جوه ده، سهلة يعني. طيب نيجي بقى للنقطة الرابعة، وهي نظرية عمل الدائرة. نظرية عمل الدائرة الكهربية سهلة جدا، طبعا بتعتمد على الثرموستات ودرجة حرارة الايه المية، تمام. طب الثرموستات هنا بيتحكم في ايه؟ زي ما هو مكتوب هنا، بيتحكم في الكمبريسور اللي هو الضغط، وبيتحكم في محرك مروحة المكثف، يعني الاتنين دول بيدنهم شغالين مع بعض ويتفصلوا ايه مع بعض، تمام. طب التشغيل هنا بيعتمد على ايه؟ على اساس درجة حرارة المية اللي بيحسها مين؟ بلب الثرموستات، تمام، اللي بيشعر بدرجة الحرارة داخل خزان الايه المية. لما تكون درجة حرارة المية مرتفعة الثرموستات بيكون في حالة توصيل، فبيوصل التيار الكهربي لمين؟ للضغط. طبعا في الحالة ديت الضغط بدانه شغال لحد ما درجة الحرارة تنخفض درجة حرارة المية، وبالتالي يستشعر بيها بلب الثرموستات، فيدي اوردر للثرموستات يعمل له او يخليه في حالة فصل، وبالتالي تفصل الدائرة الايه الكهربية، او تفصل محرك الضغط ومحرك مروحة المكثف. طبعا زي ما احنا خدنا هنا وموضوع الريلي، لو انت عايز بقى تكتب في نظرية العمل، طبعا لما بيوصل التيار لمحرك الضغط وبيمر في خلال ملف الريلي، بيكون التيار ده في البداية بيبقى تيار عالي من 5 ل 6 أضعاف التيار العادي، تمام. لما بيمشي التيار دوت في ملف الريلي بيتولد مجال مغناطيسي بيجذب القلب، فبيوصل نقطة التلامس، فبيدخل ملفات التقويم في الدائرة، فبيمشي التيار الكهربي في ملفات التشغيل وملفات التقويم ايه معا، تمام. اشتغل الضغط، بعد ما بيوصل للضغط بقى 75% من سرعته المقننة بيقل التيار، فبيقل المجال المغناطيسي، فبيتم فصل نقط التلامس، فبيتم فصل ملفات الايه التقويم. طبعا ممكن يكون هنا في مكثف تقويم موجود، ده المكثف ده طبعا عشان يديني عزم بدء ايه دوران، تمام. بيشتغل المحرك الضاغط لحد ما درجة حرارة المية تنخفض، فبيتم فصل الثرموستات، فبيتم فصل ده كله، بتتفصل اللمبة الحمراء كمان لما الثرموستات دوت ايه بيفصل، ان الثرموستات لما فصل بيفصل التيار الكهربائي عن المنطقة دي كلها. تعال كده بقى نخش على، خدنا مكونات الدائرة الميكانيكية ودائرة الفريون، تعال نخش على مكونات دائرة الايه المية. سهلة جدا، مكونات دائرة المية، في عندي وصلة دخول المية وهي التي يتم توصيلها بمصدر المياه الخارجي، عندي خزان المياه الباردة، عندي الحنفيات اللي هي صنابير المياه. بالنقطة دي يبقى احنا كده خلصنا المخرج الرابع، تمام. مخرج يعتبر من اهم مخرجات الوحدة، تمام. طبعا الفيديو مدته طبعا كلها على بعضها مش تقريبا في حدود 20 دقيقة، يعتبر المخرج سهل وصعب، لان انت برضو لو احنا جينا بصينا عليه وشفنا المحتوى بتاعه لا يتفهم وسهل جدا، وده يعتبر هو اصعب، او مش اصعب يعني، هنقول ايه
في كمية معلومات تهم الوحدة أو الخاصة بمجرد المية. تمام، أتمنى تكون الناس استوعبت الموضوع. أشكركم جدا، نشوفكم بقى إن شاء الله في المخرج الخامس والأخير اللي هو بيتكلم على عملية التفريغ والشحن. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.